احنا هنكمل الرسمة وهناخد بريك بس 10 دقايق عشان تعملوا الجزء من الرسمة وتعملوا سكرين وتبعتوه على الجروب، ونرجع نكمل تاني عشان نظبطها على البرنامج الفوتوشوب. تمام، نعرف ازاي ان احنا نلونها فوتوشوب بعد ما تخلصوا الرسم، عشان نبقى مطبقين العمل في وقتها وتقدروا تستفيدوا من كل محاضرة بتحضروها التطبيق العملي في نفس الوقت. تمام، ممكن تكتبها على الترجمة حضور 2 اللي هو الزوم الثاني، على جروب الترجمة حضور رقم حضور 2 عشان اتابع معاكم ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة. كل واحد هيعمل التاسك التطبيق العملي ويرفعها على الجروب سكرين، ويبعت لي الملف الاوتوكاد على الايميل عشان لو في اي حاجه في الرسمه مش مظبوطه اقول لكم التعديلات بتاعتها، بحيث ان انتم تقدروا تطوروا الشغل بتاع الاوتوكاد اول باول من خلال المتابعه. هنرجع دلوقتي نكمل. هنعمل امر تي ار زي ما انتم شفتوا كده قدامكم هنا، امر تي ار. هرجع تاني امتح الخطوط اللي مش عايزها الاول. طبعا انا بعمل بطريقه احترافيه علشان اقدر استخدم الرسمه دي في 3 دي ماكس بالنسبه للناس اللي بتشتغل ماكس وعايزه تشتغل شغل كلاسيك، بدل ما تجيبوا الموتيفات جاهزه من المنشنات مشاهد جاهزه، لا انتوا اللي ترسموا الموتيفه تبقوا عارفين ازاي بتعملوا التصميم بشكل كويس من غير ما تحتاجوا ان انتوا تجيبوا اي فايل جاهز من بره. تمام، ادوس طبعا الرسمه كلها عشان اعمل بي ار. بي ار الجزء ده انا مش محتاجه، فممكن امتحها في الاخر، يعني الدايره دي مش محتاجه خلاص لان انا خدت الجزء اللي انا عايزه، فامتح الخطوط اللي مش محتاجها من الصوره اللي موجوده قدامي. الجزء ده طبعا مش محتاجه، فكنا بنعملها عشان نجيب الدايره. ممكن ننظف الخطوط الاول، خلاص الرسمه بدات تظهر هنا خلاص. تمام، بعد كده ادوس هنا همتح الجزء دوت مش محتاجه برضه، وادوس هنا برضه تي ار. انا عايز اقف لحد هنا، يبقى امتح من هنا لهنا. تمام، بعد كده امتح الخط اللي جوه وامتح الخط اللي هنا، يبقى انا كده ظبطت الخط هنا. الجزء ده مش محتاجه وهمتحها من هنا. تمام، همتحها في الاخر. الجزء ده مش محتاجه، دي تكمله للرسمه، امتح من هنا وامتح ده، يبقى انا كده كملت الرسمه بتاعتي. تمام، هنا الجزء اللي تحت ده، الجزء ده مش محتاجه، امتح الجزء ده والجزء ده، يبقى انا كملت الرسمه. الجزء ده تكمله للرسمه دي، يبقى انا محتاج امتح ده وامتح ده برضه اهو. تمام، الجزء اللي هنا تمام مفيش مشكله، وانا هنا برضه امتحها يبقى عشان نكمل الرسمه. هنا خلاص كده انا كده خلصت، امتح بعد كده الحاجات اللي انا مش محتاجها. اتاكد ان الخط هنا واصل اهو، هوصل الخط ده مع الرسمه هنا عشان تبقى كامله. تمام، بعد كده اعمل تي ار، اخد الجزء اللي هو تي ار اهو كده الخط مظبوط، بس بحاول ان انا اكون دقيق اكتر علشان الاخطاء تبقى قليله قوي لما اجي استخدمها بعد كده باتر في 3 دي ماكس. كده احنا كده خلصنا الرسمه كده زي ما انتم شايفين كده، الخطوط مظبوطه معموله بشكل احترافي، الكيرف كمان مظبوط كده. خلاص ابدا دلوقتي هعمل الجزء ده بلوك. تمام، وهكررها من جوه الرسمه، يعني اكرر البلوك ده من جوه الموتيف. اول حاجه اعمل لاير جديد، كل ده شغالين باللاير الجديد، اكتب باتر 001 واعملها بلون مختلف، مثلا اي لون واضح مثلا باللون الاصفر. تمام، واقف على اللاير الثاني ادوس علامه صح عشان اشتغل باللاير الثاني، والرسمه اللي مرسومها باللاير الزيرو. تمام، ادوس بي او انتر، ابتدي اخد جزء جزء من الرسمه. شايفين كده اهو، اهو شايفين عمل الرسمه كانها مقفوله عشان اقدر استخدمها بعد كده في 3 دي ماكس. بي او كل حاجه لوحدها هنا اهو، انتر بي او بي او بي او. تمام، ادوس سيف اول باول عشان الشغل ما عادش الشغل تاني. عندي بعد كده جزئيه دي، تمام، يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي، فاضل لنا الجزء ده، هعمل برضه تي ار
تمام. اخد بعد كده ده لوحده، انا كده خلاص انا خدت جزء ايدي، فاضل لي الحاجات دي بسيطه، بعد كده نعمل ابلود. تمام اهو، تمام كده رقمها اتظبط، يبقى كده المشكله عندي اتحلت. هبتدي بعد كده اخد الجزء ده كله، ده حته واحده. تمام يبقى كده الرقم اتظبطت الحمد لله. تمام اخلي ده فوق، ماشي كده يبقى انا خلصت الرسمه. ابتدي بعد كده اخش جوه اللاير زيرو، اللاير واقفل اللاير زيرو خالص، او اقفل الباتر اللي انا رسمه هنا، الباتر اللي هو مقفلها باللمبه المقفوله قافلها هنا. تمام بعد كده افتح اللاير الزيرو تاني، انا كده خلاص ما بقاش عندي اي حاجه في اللاير الزيرو، افتح بعد كده اللاير زيرو عشان خطوط العمل، افتح الباتر اقصد انا خطوط العمل اخليها زي ما هي احتفظ بيها. تمام ابدا بعد كده دلوقتي كده الرسمه عندي بقت كامله. تمام كده طيب الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ الخطوه الثانيه المفروض ان انا اعمل اكس لاين عشان احدد البوينت، البوينت بتاعت الرسمه اللي انا اعملها. اخد اكس لاين هنا واكس لاين، تمام اخلي الخطين دول في لاير ثاني، خليها في الزيرو. تمام كده فاضل الدايره الاخيره احنا مسحناها، هعملها دلوقتي مش هعمل الدايره الاخيره، واخد ده هنا بي او، المفروض ان دي خلفيه يبقى اخد بي او لوحدها بي او. تمام عشان يبقى كده رسمت رسمه كامله، خلي ده على الزيرو، الاثنين دول على الزيرو. تمام كده بعد كده ايه الخطوه اللي اعملها دلوقتي؟ انا كده شغال في واقف على اللاير، اللاير اللي هو الباترن واحد، عامل في النت عشان كده انا مسحت الشغل خطوط العمل اللي كنت عاملها من شويه. تمام كده عملت النت هنا، امسح الحاجه اللي عملت النت للرسمه اللي انا رسمها بس. تمام اعمل ايه دلوقتي؟ ادوس بي اعمل بلوك انتر، اكتب هنا باتر 001، دي اهم خطوه. الخطوه الثانيه بقى مهمه جدا، في حاجه اسمها بوينت، البوينت اللي موجوده هنا اضغط على البوينت احدد النقطه دي. تمام بعد كده ادوس اوكي، شايفين الخطوه هنا لو انا وقفت كده على البلوك عمل لي النقطه من تحت، لما اجي اعمل ام اي شايفين كده، هنكرر الرسمه مع بعض دلوقتي اهي، واخد الرسمه دي ام اي ام اي، الرسمه اتعملت بشكل احترافي، حتى لو استخدمتها في 3 دي ماكس الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لي، مش هيبقى في اي حاجه، والرسمه معموله بتفاصيل زي ما انتم شايفين كده، عملناها في اقل من 45 دقيقه بس عشان انا بشرح على الزوم عشان تعرفوا ازاي ترسموا الموتيف بشكل صح. كده احنا فاضل لنا بس الجزء الاخير اللي هو الجزء الاثنين، الجزء دوت اخد الجزء ده والجزء ده ام اي. تمام كده احنا خلصنا الرسمه. تمام طبعا التقسيمه دي مهمه لان بتنفع في التقطيع الرخام، يعني الرخام احيانا ما بيجيش حته واحده، لو انا عايز اعمل ده حته واحده ما فيش مشكله، انا ممكن اظبطها من جوه البلوك، يعني ممكن نعمل الجزء ده باتر بس المهم ان احنا رسمنا الرسمه بطريقه احترافيه، التفاصيل مظبوطه، العلاقات الرسمه مظبوطه. طبعا الموتيفا يعتبر 95% او 90% من الرسم. اجي بعد كده طيب انا في خطوط زياده جوه والحاجات دي كلها، طيب هاخد كوبي من الرسمه هنا، امسح الموتيفا كوبي، طيب عندي اي تعديل عايز اعدله، انا مجرد لما اعدل اي رسمه من جوه، من جوه الرسمه اوتوماتيك هيتعدل لي الكل، عشان كده انا عملت بلوك. اجي اخش جوه البلوك كده مرتين اوكي، لو انا عندي نقط نسيت امسحها او حاجات مثلا عايز امسحها هنا، هتلاقي في نقطه انا كنت عاملها هنا ما اتمسحتش، هحطها تاني، لو ما فيش اي حاجه هنا خلاص كده تمام. تمام انا مثلا زودت رسمه جديده، زودت زخارف جديده او عملت موتيفه جديده مثلا في الحته دي، مثلا في الحته دي كده
تمام؟ انا هخلي طبعا الرقم عايز ابوظ الرقم الاصليه عشان بس اقول لكم الهدف من البلوك. اجي هنا مثلا عملت هنا برضو هنا تفصيله مثلا معينه زي بين سيفين كده بس بدل لكم مثال بس مش اكتر. تمام، انتوا لو عايزين تعملوا تعديل في التصميم او حاجه شايفين الشكل اللي انا عامله هنا، مجرد لما ادوس هنا سيف، سيف هنا شايفين الشكل اتعدل اوتوماتيك، فده وفر عليا وقت وفي نفس الوقت اتحكم في الديزاين زي ما انا عايز، وفي نفس الوقت لما استخدم الموديل 3 دي ماكس اقدر استخدمها باحترافيه. هنتعلم ازاي نلونها فوتوشوب من الاوتوكاد للفوتوشوب، هتبقى ربع ساعه تعملوا تطبيق عملي، اللي خلص التطبيق يرفعها على جروب التليجرام وابعت لكم الايميل تبعتوا لي الفايل عشان اتابع معاكم خطوه بخطوه، عشان كل يوم سبت ان شاء الله هنتعلم حاجه جديده ونقدر نوصل لمستوى احترافي في المحاضرات اللي احنا بنعملها الفتره الجايه. تمام.